يقول السائل: هل يجوز للخطيب أن يراسل مخطوبته؟ لا يكون بين الخطيب وبين مخطوبته اتصال، وإنما يكون بينه وبين وليها، يكون الكلام بينه وبين ولي المرأة، ولا يكون الاتصال بينه وبين المرأة نفسها، لأن هذا يجر إلى شر، نعم، وربما يغضب الولي ويحصل اتهام، فيكون الكلام مع الولي، ولي المرأة، نعم.